كما عاودت ميليشيات الحوثي الإرهابية استهداف الأحياء السكنية في مديرية حيس جنوبي الحديدة. مصادر محلية أوضحت أن ميليشيات الحوثي قصفت بقذائف المدفعية والصواريخ منازل المواطنين في مدينة حيس وألحقت بعدد منها أضرارا جسيمة، حيث استهدفت الميليشيات منزلي الأمين يحيى ناصر الحضرمي ومنزل سعد السندي في حي ربع الحضرمي اللذين تعرضا لدمار شبه كلي. أمطر أمس قذائف الهاونات على منزل المواطنين من الأحياء السكنية اللي متواجدة في مديرية حيس، حيث كان من أوسط الضحايا هم منزل السندي والحضرمي. هذا ما شاهدتم أمس، والآن الناس قائسين ويائسين في حالة هرع وخوف بسبب ما يترده أو الميليشيات الحوثية من الهاونات.